السلام عليكم. صحيح انقطع الاتصال عن غزة، انقطع الاتصال عن الإسعاف والدفاع المدني، انقطع الاتصال عن العالم، ولكن ما انقطع الاتصال عن رب العالمين. لما ضاق الحصار على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، جوع وعطش وتعب كثير، قام دعا: اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود يا الله، انصرنا عليهم، اللهم ضاقت بنا الدنيا ففرجها يا رب العالمين. تعبنا كثير، توجعنا كثير، ولكن أملنا بالله عز وجل كبير. الله عز وجل مش حيضيعنا، والله لن يضيعنا الله.